الله نجدد لكم تحية صباحية جميلة من أرضية هذا الميدان بانطلاقة أشواط هذا الصباح المميز هنا الذي يسير بهذه الانطلاقات هنا والتحديات والإثارة. نسير معكم هنا مع شوطنا السابع عشر في مجموعة الأشواط وشوطنا السابع عشر والخاص هنا بانطلاقة وتحديات هنا أيضا هنا انطلاقة البكار في مسيرة هذه الانطلاقة. نسير معكم هنا نتابع الانطلاقات ونتابع الصدارة، نتابع لغزي الأحمد بن محمد بن عوضي المنهالي من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الأخيلي من تأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث بيان مسلم بن محمد بن طرشوم العامري منطلقة على المركز الثالث وعلى المركز الرابع والقادم الشامخة حمد بن سعيد بن مبارك البرطماني، بينما من الجانب الآخر الشايبة هنا تنطلق لسعيد بن سالم بن نايع هنا أيضا الغفلي من تأتينا بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة القادمة في هذه اللحظات. تأتينا الهدى لسيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيلي سادسا وعلى المركز السابع والمنطلقة هنا سمحة عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي تأتينا سابعا وعلى المركز الثامن هنا مبشرة لسالم بن سعيد بن عمان المهيري من يقدم لنا مبشرة وعلى تاسع المراكز والقادمة الشايبة هنا راشد بن صقر بن راشد الخيلي وعلى المركز العاشر المنطلقة مشاهدينا الكرام لهب سالم بن خليفة بن سالم الحكماني من تأتينا في هذه الانطلاقة على المركز العاشر. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى جميلة المنطلقة على صدارة وعلى المقدمة ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة، بينما الشايبة لسعيد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلي هنا من تأتينا بهذا الانطلاق الجميل على ثاني المراكز والمركز الثالث المتسللة هنا تأتينا الهدى لسيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيلي وهنا القدوم من بشرة سالم بن سعيد بن عمان المهيري وهنا هنا 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 بالصغيرون ماذا يقدم؟ يقدم لنا شواهين محمد بن الصغيرون محمد الدرعي هنا قادمة هذا الانطلاق المميز. هنا تأتينا نهب سالم مخليفة بن سالم الحكماني سادسا والمركز السابع المنطلق الشايبة هنا راشد بن صقر بن راشد الخيلي من تأتي بهذا الانطلاق المميز. المركز الثامن الشامخة حمد بن سعيد بن مبارك البرطماني القادم بهذا الانطلاق أرى شعار بن قران القادمة بهذه اللحظات هنا مندفعة بهذا الانطلاق مشكورة راشد بن محمد بن قران المنصوري من يقدمها على المركز التاسع والمركز العاشر بعد الكيلو متر الأخير والأسماء القادمة القادمة. هنا تأتينا عز سلطان بن محمد بن عبدة الشامسي وشعار بن حليس أيضا قادم بهذا الانطلاق الجميل. نعود شاهدينا ومتابعينا الكرام هنا ياسر بن سعيد بن مبارك اللوهيبي وأعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى شواهين من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول شواهين محمد بن الصغيرون هنا أيضا بن حميد الدرعي سجل نقطة صباحية ويضيف النقطة الثانية بهذا الانطلاق ما شاء الله. ها هي شواهين هنا سلام مصانع الجنوب سلام لأهل القوع سلام على هذا الأداء المميز الجميل. الحكماني قادم على المركز الثاني هنا معناها بسالم بقليفة بسالم الحكمون
الحسوني وبالرشيد ايضا قادم ما يبنى لها طاري هنا بهذه الانطلاقه والتحدي، ولكن الصداره والمقدمه او هذه القادمه ناصيه هادف بن حارب بن بغير لخيالي، ولكن سلام للقوع، سلام على هذا الاداء المميز الجميل. والنقطه الثانيه هنا مع شواهين من تصل محمد بن صغير ومن حميد الدرعي وتاتي على المركز الثاني نهب سالم مقلبة بن سالم الحكماني، وهنا نص ناصية هادف بن حارب بن مغير لخيلي وظن محمد بن طالب بن أحمد بن سويدان الجحافي. وعلى المركز الخامس من وصلت مشاهدينا الكرام هناك انطلاقة وتحديات فهدى حمود بن هدوب بن سعيد العمري. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى شواهين بخمس دقائق 55 إلى ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا هو الناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا وهذه الانطلاقة، بينما وصلت على المركز الثاني هناك نهب أيضا بتسع خمس دقائق 57 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسالم مقليفة بسالم الحكماني، بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة هنا أيضا ناصية هادف بن حارب بن مغير اللي هنا أيضا لخيلي بخمس دقائق 57 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.